جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول له ابنة عم ليست بتلك الجميلة ولم يرغب الرجال فيها، وحينئذ أريد أن أتزوجها واشترطت عليها أن تتخلى عن العدل فترضى بما يقسم، هل يجوز لذلك أو لا؟ اشتراط أن تتخلى عن العدل هذا فيه إحراج لها، وفيه مثار للنزاع فيما بعد. فإذا كنت لا تستطيع العدل معها الأحسن أن تتركها، إن الله سبحانه وتعالى لما أباح التعدد الزوجات قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الذي لا يأمن على نفسه الحيف و الجور فإنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج وهو لا يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة قيل هي تكاليف الزواج، وقيل هي أن يكون فيه شهوة للنساء. نعم.